الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمهم جدا كيف نحسب المشتقة لذلك ما بواسطة برنامج أو تطبيق جيو جبرا. هذا الآن شعار الجيو جبرا كما ذكرت في مقاطع سابقة، عندما تضغط عليه تظهر عندي عدة خيارات، منها هذا الخيار اللي هو يعني تخرج هذه الشاشة أو تظهر هذه الشاشة من أربعة أرباع، من الربع الأول، الثاني، الثالث، الرابع، مستوى ديكارتي. هون في عندي الانبوت كوماند أو الصندوق اللي هي تضع فيه الشخص أو المبرمج الأوامر، وهنا تظهر يعني نتيجة الأوامر. فمثلا الآن اخترت هذه الدالة مثلا F of X، هذه تساوي نصف أو خلينا نحطها أو نصف X، لكن رفعتها للقوة 3. أوكي، لاحظوا يا أحبتي، بعدين أضفت إلها زائد الآن X تربيع. الآن أصبح هذا الشكل هو شكل الدالة. إذن هذه الآن الدالة نصف x تكعيب half of x cube plus x squared، أو بالعربي باللغة العربية لغتنا المقدسة نصف x تكعيب زائد x تربيع. الشكل هذا البياني هو الذي يعطينا يعني الرسم البياني أو التوضيح البياني لهذه الدالة. الآن كيف نشتق هذه الدالة بكل بساطة؟ الآن أنشئ ما يسمى المزلاق أو سلايدر. فهنا الآن عندي هذا الكوماند هنا A مثلا سلايدر، بعد ما ضغط عليها أضغط على المنطقة هاي هنا، فبسألني كم الحد الأدنى منه، فبدي أغير بدل سالب 5 أضع سالب 2 لأنه معادلة تكعيبية هنا، وأضع هنا 2 موجب، وأضع هنا الانكريمنتال أو الزيادة على القيمة لأكس يعني بين سالب 2 و2 أخليها بمقدار 10 وحدة. بعد ما أتأكد من كل هالأشياء هذه الآن أضغط أوكي، فبطلع عندي سلايدر هذا. مؤقتا سأخفيه، هذا سأخفيه هنا. أوكي عفوا، الآن أذهب هنا وأضع أضع هنا الآن نقطة على هذا المنحنى، نقطة معينة دعنا نسميها A مثلا، تساوي اللي هي النقطة على السلايدر، هذا السلايدر اسمه A، وبالتالي أي نقطة عليه هي A لكن تتغير قيمته. فأضع الآن A، وطبعا F of A اللي هو هذا كما تعلمون اللي هو قيمة الدالة هذه عند A التي تتغير بين سالب 2 وموجب 2. فإذا F of A ظهرت هذه الآن إذا بتلاحظوا هنا. أوكي الآن أريد أن أغير فقط هنا شكلها يعني حجم النقطة، هذا setting لA، هاي عند A، هاي الكلر بدي أختاره أحمر حتى يكون مناسب، والستايل بدي أكبر حجم النقطة، أكبرها شوية، كبرتها وأختارها الصوليد اللي هي مصمتي، هذه الكرة المصمتي هون أو الدائرة مصمتي. بعد ما أضغط عليها بغلق هذا وأنتهي. الآن إذا عندي A تتحرك، لأن لاحظوا لي يمكن أني أحركها تلقائيا بواسطة المزلاق أو يدويا من هنا، بضع يعني زيادة أو نقصان تتحرك. آتي الآن على هذا المربع وأضع الأمر التالي tangent اللي هو نقطة أو نسميه إحنا اللهم صل على سيدنا محمد tangent هنا. أوكي لمين؟ للنقطة عند A اللي هي خط التماس، و F اللي هو الدالة. أعطاني هلأ هذا عند هذه النقطة. لاحظوني الآن إذا غيرت A فبتغير الآن نقطة التماس تباعا. لاحظوا لي هنا، لاحظوا أقصى إشي 2 وأقل إشي سالب 2 عندي بعطيني التماس.
آخر الآن أمر بعطيه إياه، بقول له سلوب اللي هو الميل، سلوب عند أي نقطة، بما أنه الآن سلوب أعطاني يعني الحرف هذا جي، فبقول له الآن بضغط على هذه بطلع عندي جي أعطاني رأسا الميل. هاي الآن انتهيت من كل الأوامر اللي بعطيها الآن. لاحظوا لي بدي أحرك يدويا الآن، سلوب عند سالب اثنين، يعني أي شخص معاه قلم وورقة ويشتق الدالة اللي هي نصف x تكعيب زائد x تربيع، يأخذ ال f برايم أو المشتقة لها، بطلع عندي 3 على 2 مضروب في x للقوة تربيع زائد 2x. منعوض الآن سالب 2، بدل هاي سالب 2 بكون عندي بالحالة هاي السلوب اللي هو b، هذه لاحظوا لي b، وبالتالي الآن يمكن لي أن أشتق يعني هنا المشتقة عند هذه النقطة اللي هي سالب 2، لاحظوا لي A سالب 2 اللي هو أقل شيء على المزلاق، إذا زدته بمقدار بسيط لاحظوا لي ما الذي يحدث الآن للسلوب. لنفترض الآن أخذته الآن لا عندي يعني هون لاحظوا لي المشتقة هنا تتغير الآن من سالب إلى موجب وهكذا الآن تصبح موجب، فمن أخذته إلى 2 بالموجب بالموجب ها، لاحظوا لي الآن بيقول لي قديش المشتقة، إذا بي تساوي سلوب 10، هنا لاحظوا لي أعطاني 10 هاي الآن، فهذا الآن المزلاق هو الذي يعطي، فيمكن لي الآن أن أتركه يعني يتحرك بين سالب 2 و2. هذا لاحظوا لي كيف الآن السلوب أو مشتقة الدالة تتغير من نقطة إلى أخرى بين سالب 2 وموجب 2، سالب 2 وموجب 2 بعطيني قيمة السلوب هذا اللي هو القيمة العمودية هذه حتى نصل لآخر قيمة، وهكذا أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة لكم أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.